طاقم تحكيم أوزبكي بقيادة فالنتين كوفالينكو. نتمنى إن شاء الله التوفيق لفريق الهلال في هذه المواجهة. من الآن ننتقل بالصوت والصورة إلى الزميل المبدع خليل البلوشي، معلقنا على مجريات هذه المباراة النهائية في إياب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم. خليل، مباراة نتمناها ممتعة حبلة بالأهداف لصالح الهلال. شكرا للزميل عبد الرحمن محمد، شكرا لضيوفك الكرام الكابتن فهيد الشمري والكابتن نبيل أنور. مساء الخير لكل مشاهدي قنوات الكاس في كل مكان، مساء الخير من سايتاما وسط حضور جماهيري كبير جدا هنا في ملعب المواجهة، ومن خلال أحداث هذا اللقاء في ملعب سايتاما 2002، الملعب الذي خصص لبطولة كأس العالم. اليوم حضور جماهيري كبير في هذه الأمسية، ومن خلال هذا الملعب وسط آمال كبيرة جدا حاضرة في هذه المباراة، ومن خلال أحداث هذه المواجهة لتتويج بطل آسيا في هذه الليلة بعد 90 دقيقة أو لربما أكثر ذلك. مساء جنوني يشعرك بأن الدنيا كلها زرقاء، مساء الاشتياق لكتيبة الهلال التي طالما أسعدت عشاقها، مساء الشوق للجوهرة التي ننتظر بأن تنير زعيمها اليوم وتكسب هيبة شعار الهلال وتزداد جمالا بصوت عشاق الملكي في كل مكان، وتطرب فرحا بفوزه وارتقائه للمنصة بإذن الله. مساء نتمنى بأن نشاهد فيه الهلال قويا، الهلال الذي لا ينكسر. أوراوا ريتسو ساكو نيتشيكاوا، رجل صاحب 33 سنة بمحاولة تأتي رأسية داخل منطقة، محاولة في الجهات اليسرى الآن، سالم الدوسري ملعوبة داخل المنطقة، جوميز ركلة جزاء، لا 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 لا، فالنتين كوفالينكو يبحث عن عرضية داخل منطقة الجزاء، المعيوف الحذر يا المعيوف، الحذر المعيوف. حلوة يا عبد الله، وبحضور الرياضي وأهلها ومحبين الهلال وعشاقه، محاولة ودخول داخل منطقة الجزاء، لكن إيوانامي في اللقطة الماضية يبعد الكرة، والمحاولة تعود مرة أخرى. كوبا ليبرتادوريس التي فاز بلقبها للمرة الثانية بعد غياب سنوات، كرة بمحاولة عرضية داخل منطقة الجزاء، الشهراني يبحث عن التقدم، يمرر كرة وصلت إلى سالم، مر سالم، سدد سالم، نيتشيكاوا في المكان المناسب يتصدى للمحاولة الماضية، كرة بمحاولة وصلت إلى سلمان الفرج، تدخل يأتي في توقيت مناسب جدا، إبعاد الكرة والمحاولة الماضية إلى خارج أرضية الملعب، تصل إلى رمي التماس، واحد من الاثنين على تنفيذ الكرة والمحاولة القادمة، سلمان الفرج يلعب الكرة، اصطدمت في يد المدافع الياباني حكم المواجهة فالنتين كوفالينكو، يعلن استمرارية اللعب، لا وجود لتقنية الفيديو في مباراة اليوم. ومن خلال أحداث هذه المواجهة، كرة بمحاولة ملعوبة لكن أيضا سهلة عند حارسي المرمى نيتشيكاوا، سهلة عند نيتشيكاوا، سيطر على كورته بالشكل المطلوب، محاولة انطلاقة تأتي من كوروكي، عرضية لقطة الماضية خطيرة جدا، تسديدة تأتي، حلو التصدي في الكرة الماضية من البلاهي، البلاهي في المكان المناسب، محاولة خطيرة جدا لمصلحة نادي أوراوا ريدز دايمون، خطيرة جدا لمصلحة أوراوا، خطيرة لمصلحة أوراوا، مستمرة سلبية حتى هذه اللحظة، نتيجة لمصلحة الهلال ولا تخدم مصالح ووتسوكي وأوراوا ريدز. خطة ملعوبة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي خطيرة الكرة الماضية لكن إلى خارج أرضية الملعب،
إلى راية موجودة قبل ذلك وتسلل على علي البلاهي. البريك يتصدى ويبعد الكرة الماضية، تعود المحاولة من جديد، تسديدة تأتي من تاكويا أوكي إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى عند الحارس عبد الله المعيوف. عاد أبرز الأسماء في تشكيلة الفريق الياباني، أما يوجد في آسيا أفضل من هو من علي رضا بيرنافاند؟ ما الذي فعل بيرنافاند؟ بيفاتامبي هزر يا أسد، أطلق سرقتك في سايتاما. عرضية تأتي قريبة قريبة الحيطة، عموما كرة لمصاعة الهلال، محاولة خطيرة، جوفينكو يسدد لكن تصطدم في الحائط، تصطدم في الحائط الكرة الماضية، تعود المحاولة من جديد، يبحث عن المرور، يمرر كرة في الجانب المقابل إلى جوفينكو، إلى محاولة بأقدام كاريو، إلى كرة في المنطقة، لينتهي شوط المباراة الأول بتعادل سلبي ما بين الفريقين هنا في ملعب سايتاما الدولي. تعادل لا زال يصب في مصلحة الهلال بانتظار نصف حكاية أخرى تروى بعد ربع ساعة من الآن إلى أن يحين ذلك الموعد. ترى لو كان فيها هدف ممكن تروح وقت إضافي، لكن سبحان الله العاطفة وكأن بها هي من تتحدث على لسان محللينا. أمامهم فابريسيو وناغاسو، وفي المقدمة المهاجم كوروكي، كرة بمحاولة داخل منطقة الجزاء، راسية تأتي بأن يسجل أول أهداف في لقاء عرضية في المنطقة، راسية لبلاهي لبلاهي لبلاهي، يا يجيب العيد يا يجيب العيد، تحلم في بقية أندية آسيا. جوميز جوميز، أوهو لا زالت مستمرة، لا زالت قائمة، ركلة جزاء عادت من جديد، لا 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 لا، خطيرة جدا المحاولة الماضية والكرة الماضية، المحاولة بأقدام بوفاتيمبي وحارس المرمى نيتشيكاوا، حارس المرمى نيتشيكاوا، وفتوج باللقب في مرتين، دنيا حظوظ دنيا حظوظ، راسية تأتي المعيوب في المكان المناسب، ملعوبة من الركلة الركنية داخل منطقة الجزاء، وحارس المرمى لا زالت خطيرة، لا زالت مستمرة، تسديدة تأتي لكن كرة يانغ يونغ إلى خارج أرضية، المحاولة تأتي والتسديدة تأتي والكرة مستمرة والاصطدام يأتي لتعود في الجانب المقابل مرتدة. جبريك يبحث عن التوغل في الجهات اليمنى، يتقدم محمد، يبحث عن أرضية، السلام يا محمد، العرضية تأتي والتسديدة من ياسر إلى خارج أرضية الميدان، كرة بالقدم اليمنى من الظهير الأيمن على القدم اليمنى للظهير الأيسر، بعد ذلك التغطية والإبعاد إلى حارس المرمى نيتشيكاوا، تخلصت إلى خارج أرضية الملعب، كرة بمحاولة تصل إلى جوفينكو، يلعبها داخل المنطقة، جوميز جوميز، أوهو نيتشيكاوا من جديد، نيتشيكاوا في المكان المناسب، يتصدى لمحاولة الفرنسي ويمنع، لمسة إلى سلمان، سلمان إلى من؟ إلى جوفينكو، هي 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 هي، أوهو الله الله يا هلال، بابوغا غير المحال، خطك الواضح وصل والكمال أحلى كمال، خلاص خلاص خلاص، العالمية جبتها بيديا، جبتها بيديا، العالمية جبتها بيديا، جبتها بيديا، خلصها سالم، حسمها سالم، انهاها سالم، جعلك تسلم يا سالم، جعلك تسلم يا سالم، راحت راحت ورجعت، راحت راحت ورجعت، خلاص. وشوف شلون تشتري تذاكرك كلوبز وورلد كاب 2019، جهز نفسك، لا زالت مستمرة المحاولة لمصنعة الهلال، قريبة جدا، تسديدة تأتي لكن في أحضان نيتشيكاوا، عبد الله عطيف إلى ياسر إلى جوفينكو، هو هو هو. الله 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 الله، تقدم من جهة الشهراني، كرة داخل منطقة الجزاء، كاريو يلعب الكرة الماضية، يعني يتوج باللقب قبل ذلك ليبي مواطنة كمدرب، واليوم
هو كلاعب تعود من جديد، وصلت في الجهات اليمنى لمحمد كنو، عرضيه تاتي طالت على قميز في مراوغه لاعبي اوراوا، لتعود المحاوله عند قميز، وصلت الى كاريو، لقطه ختام، مسكوا الختام، مسكوا الختام، مسكوا الختام، مسكوا الختام، خلاص خلاص خلاص، اسيا يتبدل لونها من الاصفر الى الازرق، اسيا يتبدل اسمها الى الهلال، آسيا وسماؤها الزرقاء وبحارها الزرقاء ولونها الأزرق، رضخت أخيرا، ترضخ أخيرا، الذهب يرضخ للهلال، المنصة تستجيب للهلال. أبو البندري من أجل الاحتفال، صافرة النهاية من كوفالينكو، صافرة النهاية من الأوزبكي، تعلن تتويج الهلال رسميا بلقب بطولة دوري أبطال آسيا. استعصت بمسماها الجديد، رضخت أخيرا، توج الهلال بلقبها السابعة يا جماعة، السابعة يا قوم، السابعة يا قارة آسيا. فليسمع، فليسمع من في إذنه صمم، الهلال يتوج بلقب دوري أبطال آسيا وللمرة الثالثة في تاريخه، واللقب الآسيوي السابع لمصلحة الزعيم يتربع على عرش القارة. ارفعها لترتقي، ترتقي بك يا هلال، يتوج اسمك على صفحات التاريخ، تتزين القارة ببطلها الأكبر. الهلال بطلا لدوري أبطال آسيا السابعة بتوقيت الهلال.